مساء الخير عليكم جميعا. النموذج الرابع مع باشمهندسة زينب صادق. السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. مع حضراتكم باشمهندسة زينب صادق. انا اتخرجت من كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان 2021. حضرت مع باشمهندس محمد اكتر من ورشة وركينج، والموضوع بصراحة بيبقى مفيد جدا. فهعرض عليكم بعض النماذج دلوقتي اللي طبقتها معاه. هعرض عليكم نموذج كان وان زون، ده بيكون مساحة فراغ واحد، وبروجكت تاني ده تو زونز، بيكون على مساحة بقى شقة أو استوديو صغير، وبعض النماذج للأسقف طبقتها قبل كده. ده أول بروجكت، هو كان نفس الورشة اللي حضرتها باشمهندسة رحمة، فهتلاقوا تقريبا كان نفس البروجكت وبعض البلانات لقبل وبعد، بس تشوفوا برضو التطور بيكون ازاي. ده بلان الكود، نبدأ نحط بقى الماتيريالز بتاعت كل بلان، وده بلان السقف زي الأسقف اللي بنتعلم نرسمها دلوقتي، وده بلان الفرنيتشر، نبدأ نحط كل الفرنيتشر بالمقاسات بتاعتها وممرات الحركة ندرسها. ده بلان الأرضية، نبدأ نحط مقاسات الأرضية بالمقاس بتاعها والماتيريالز والتوصيف بتاعها، ودي القطاعات، نبدأ برضو نرسم كل التفاصيل بتاعت البروجكت. وده النظام التاني، بيكون بقى التفاصيل فيه أكتر ونحدد كل حاجة يعني بسكيل أكبر. ده بلان الكود، وده بلان السقف، نبدأ نوقع بقى الوحدات الإضاءة، تكييف، أي تفاصيل موجودة في السقف. وده بلان الفرنيتشر، وده بلان الأرضية. دي كانت الورشة بتاعت الأسقف، كنت حضرت مع الفرنس، كان طبقنا 3 أسقف بأشكال مختلفة وصمات مختلفة. بس هعرض عليكم دلوقتي السقف اللي هنشتغل عليه ان شاء الله، اوضح بس فيه كام حاجة وبعد كده نبدأ ان شاء الله. ده السقف اللي هنشتغل عليه، هو فيه قبة من فوق، فده شكل اللوحة اللي المفروض نوصل لها، بس ده بعد طبعا متابعة كذا مرة مع الباشمهندس، بنقعد نعمل كذا زوم، فده بيكون شكل اللوحة النهائي المفروض بنوصله ان شاء الله. ودي بعض التفاصيل في شكل السقف اللي هنرسمه، ودي صور توضح المكان التفصيلة اللي احنا واخدينها، الكميات وكل حاجة هنا. بس دي كان من نقطة هوضحها في السقف اللي هنرسمه، ان احنا السقف عندنا فيه قبة، فالقبة هنا بتكون معمولة من الطوب، هو ممكن بتعمل من الخرسانة او الطوب الاحمر حسب التصميم، احنا هنا شغالين على انه طوب احمر. والاجزاء الكورنيش او الحلايا اللي معمولة في السقف ده مش هنشتغل من البيوتك، بنشتغل من جبس، بنعملها في قوالب، فبنقدر ان احنا نعملها بالمقاسات اللي احنا محتاجينها، لان هنا سكيل الكورنيش كبير عن المقاسات اللي بتكون موجوده في البيوتك، فلما بنعملها بالجبس في قوالب ده بيسمح لنا نعمل بقى بالمقاس اللي احنا محتاجينه. واخر حاجه موجوده في التصميم، عندنا جزء سكاي لايت كده من فوق، فدول حبيت بس ايه اوضحهم لحضراتكم قبل ما نبدا في التصميم كده. بسم الله. اول حاجه هبدا اوقع الاسقاط بتاع السقف على البلان. فانا هنا السقف عندي في مستويين، في مستوى اللي فيه القبة وفي الحالية دي، والجزء اللي أنا حاطة فيه السبوتات ده جيبسون بورد، فإحنا كده هيبقى عندنا القبة من الطوب والجزء التاني ده من الجيبسون بورد. فأنا عندي هنا ده مستوى والجزء ده مستوى تاني. أول حاجة هعملها هاخد الإسقاطات بتاعة المستويات دي، فهاخد أوفست 80 سنتي، وهاخد سمك الجيبسون بورد 2 سنتي، بعمله دوت، بعد كده باخد السمك بتاع الكورنيشة العمق بتاعها، بعملها حوالي 20 سنتي عشان هي سكيلها كبير شوية. بعد كده باخد السمك بتاع المستوى التاني اللي هو المفروض السمك المستوى ده، أعمل offset 60 سنتي تقريبا، وهاخد سمك الجبسون بورد 2 سنتي، بعمله برضو دوت. وبعد كده في بيت نور، فباخد offset تقريبا 20 سنتي، لأن هنا لما بيكون في قبة المفروض عمق بيت النور بيكبر، ويعني هوضحها لحضراتكم اكتر في السكشن ليه العمق بزوده، بس خلينا مبدئيا هناخد عمق مش اقل من 20 سنتي، واخد سمك الجبسون بورد بتاع بيت النور 2 سنتي. بعد كده عندي الجزء اللي هو السكاي لايت، هخليه تقريبا متر، فهعمل دايره من السنتر، الريدياس بتاعها
50 سنتي، وهاخد السمك بتاع، هي الجزء السكاي لايت في شاسيه حديد المفروض بيبقى حواليها زي فريم كده حديد عشان بتركب فيه الجزء الازاز. فباخد اوفست 30 سنتي، 3 سوري سنتي سمك الحديد. دي كده الاسقاطات بتاعت البلان. هبدأ اخد الخط القطع في السنتر. اي بلان بيكون السقف بتاعه اوبا بناخد الاسقاطات لازم من السنتر. يعني احنا في الحاجات التانية كنا بنقول ممكن من اي مكان، لكن اللي بيبقى فيه اوبا لازم اخد اسقاطاتي من السنتر عشان الخطوط بتاعتي تبقى الاسقاطات بتاعتها مظبوطه. فاخد اكس لاين من السنتر، بعد كده هعمل الارتفاع بتاع الاوبا. هاخد اوفست حوالي 2 متر، ده هيبقى الارتفاع بتاع القبة بتاعتي. هنا لما باجي أرسم القبة بيكون فيه في الأول سمك الخرسانة بيكون 15 سنتي، فهاخد أوفست 15 سنتي. مبدئيا تمام كده الاسقاط بتاعت البلان قبل ما أبدأ في السكشن. لو تمام يا ريت بس توضحوا لي. ممكن تسأليهم تمام تكتب واحد على الثاني لو في حاجه. ما انا بسألهم عشان ما ابداش في السكشن قبل ما يكون الدنيا تمام. طيب ماشي، رقم واحد قبل ما تخطو الخطوه اللي بعدها، بعد الخطوات يعني ممكن يعني خطوه واحد نكتب واحد، اثنين عشان او في حاجه مثلا. هعيدهم تاني قبل ما نبدا في السكشن. تمام ماشي. الخطوه هو بس اغلبهم بيقولوا ممكن السطح يبقى بطيء شويه، بس انا شايف ان الافضل مثلا تفتحي خطوه اولى نقول واحد، خطوه ثانيه نقول اثنين، عشان بس ايه لو في حاجه وقفت من النص نقدر نكمل في الجزء اللي احنا واقفين. تمام انا هعيدهم تاني وهغير لكم برضو الوان الخطوط بحيث تكون واضحه. اول حاجه عملتها اخذت شفت السقف عندي كم مستوى، فانا السقف هنا عندي ممكن تعيد تاني عشان خاطر بعض، ممكن تعيد تاني. ماشي تمام مش مشكله. شفت نطلع حاجه ثانيه على كده عشان خاطر نركب مره. اتفضل مش سامع حضرتك الشمس، معلش اتفضل. لو كنت ممكن تعيد الخطوه من الاول. ماشي. اول حاجه شفتها عندي السقف هنا كام مستوى، فانا عندي الجزء ده مستوى والجزء اللي تحت ده مستوى تاني. بدأت أخد إسقاطات للعمق بتاع كل مستوى قد إيه، فأنا قلت تقريباً العمق ده هنا متر وهنا 60 سنتي. وبعد كده أخدت الإسقاط بتاع الكرنيش. أوريها لحضرتك على البلان، ممكن نعيدها تاني مفيش مشكلة. ده أول حاجة أخدت العمق بتاع أول ليفل أوفست، خلناها 80 سنتي. وبعد كده أخدت سمك الجبسون بورد 2 سنتي وبخليه دوت لاين لأن ده مش ظاهر لي. بعد كده باخد عمق الكورنيشة بتاع الليفل الأولاني خليتها 20 سنتي. بس ده كده المفروض إن هو الليفل ده الأولاني. هعمل بقى الليفل التاني اللي فيه السبوتات. باخد اوفست قررت ان هو 60 سنتي. بس عندها زينب هتأذن ممكن تخلي الخط الدوت يبقى لون والسمك الدوت يبقى لون علشان هما بس يبقوا فاهمين الالوان دي بتاعتك. تمام. اخدت عمق 60 سنتي وهاخد اوفست. تمام تمام لغايه كده يا ريت نكتب رقم. تمام. انا بس هستاذنك تخلي خط الدوت يبقى لون وخط الجبسون بورد لون والكورنيشه لون عشان يعني هم يبقوا فاهمين. دي الكورنيشه، دي كده الكورنيشه. ده الليفل الثاني اخدت عمق 60 سنتي اهو باللون احمر برضو، واخدت سمك الجبسون بورد بخليه دوت وخليته لون ازرق. بعد كده باخد العمق بتاع الكورنيشه الثانيه، هي أصغر تقريبا شوية فخليتها 15 سنتي. ده الكورنيشة الثانية اللي هم دول كده. كده احنا وقعنا الكورنيشة دي
والعمق ده والكورنيشة دي والعمق ده. بعد كده آخر حاجة أخدت السكاي لايت، تمام كده كمل. لو تمام اكتب رقم 2 بس هي تكمل الخطوات. تمام، أخدت بقى الجزء الإزاز ده واللي هو بيبقى حواليه شاسيه حديد، فأخدت دايرة من السنتر عمقها عرضها 60 سم اسمه ده متر، و3 سم الجزء الحديد الشاسيه اللي حوالين الإزاز. دي كده اسقاطات البلان عندي. المفروض أبدأ في القطاع، لو تمام كده أكمل في القطاع. اكتبوا رقم 3 لو تمام، بحيث إن يبقى الخطوط أبسط يعني بالنسبة لي. خدت الإكس لاين في السنتر للخط بتاع الفرسانة، بعد كده أخدت أوفست 2 متر، ده ارتفاع القبة عندي. بعد كده المفروض لما باجي أعمل القبة بيكون في جزء عند الحيطة خرسانة، وبعد كده بيبقى في التشطيب سمك الخرسانة بتكون 15 سنتي والتشطيب 10 سنتي والوزارة 15. أوضح لحضرتك وأنا برسم دلوقتي، فباخد أول حاجة أوفست 15 سنتي ده الخرسانة، وبعد كده باخد أوفست 25 سنتي ده تشطيب ووزارة. بيكون الجزء ده كده عندي عبارة عن الخرسانة بتاعتي اللي هي 15 سنتي تقريبا، يعني احنا مش هنكمل السكشن للآخر، هديها هاتش برضو عشان تكونوا شايفينها. وبعد كده بيكون عندي 25 سنتي 10 سنتي تشطيب أرضية و15 وزرة. بعد كده بعمل من السنتر بتاعي، انا هغير لكم برضو الخطوط او همسح خطوط العمل دي عشان تبقى الدنيا اوضح. بعمل من السنتر عندي دايره للارتفاع المترين اللي انا اخدته عشان ابدا احدد مكان القبه في السكشن. بمسح الجزئيه دي، والجزء ده هو اللي بيكون بدايه القبه اللي هي المفروض الطوب الأحمر اللي وضحته في الأول. هاخد ميرور من الخرسانة والتشطيب الأرضية والوزارة الناحية التانية، عشان أحدد بداية الطوب الأحمر في السكشن من الناحية التانية. بعمل أوفست سمك بقى الطوب مع التشطيب بيبقى 20 سنتي، عشان يبقى ده شكل القبة في السكشن. بوصل برضو الخطوط بتاعتي، بعمل أوفست 20 سنتي سمك المحارة، وهنا برضو أوفست سمك محارة 2 سنتي بقى بعتذر، هعملها هاتش كلها عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم. لو تمام لغاية كده يعني يا ريت توضحوا لي بس عشان أبقى متأكدة إن تمام. تمام، اكتب رقم 4 زي ما انت في بدايه كنت عارضي شكل القطاع ده على السكيت الجاهز اللي عندك. تمام، نقدر عشان بس عشان شكل القطاع بس. طيب تمام، يا بتاخد وقت شويه. هو بس في حاجه عايز اوضحها لحضراتكم، بس ان السكشن القبه بيبقى جاي مع الملف الانتاج بتاعها اللي بنرسمه، بس هي باشمهندسه بتوضح لكم بس الاسقاط المعماري عامل ازاي. هو اوريدي بيبقى جاي جاهز الملف الانتاج بتاع المشروع، سواء الفيلا او ايا كان البروجكت، الخرسانه سواء معمول خرسانه او طوب بيجي مع الملف الانشائي بتاع المكتب. تمام، بس هو ده السكشن بتاع القبه بيكون شكل الهاتش اللي هو الجراي ده، المفروض ده شكل السكشن بتاع القبه. ده ال 15 سنتي خرسانه اللي اخذناها في الاول، وبعد كده ده ال 25 سنتي 10 تشطيب و 15 سنتي وزره. بعد كده بيبدا من هنا الطوب الاحمر بتاع القبه. لو تمام كده اكتبوا لي رقم 5. باخد الاسقاط بتاع الجزء السكاي لايت، بعمل اكس لاين باخد منه اوفست 30 سنتي عشان قلنا ان بيكون الجزء الحديد ده 30 سنتي، باخد منه ميرور الناحيه الثانيه. تمام، بعمل بعد كده اكس لاين من بدايه التشطيب اللي عملته هنا عشان ابدا اخد اسقاطات الجزء الجبسون بورد اللي هما المستويين دول. اعمل اكس لاين، انا السقوط عندي هنا
افترضت ان هو 8 متر، لان انا السقوط عندي السقف مفتوح من الارضيه اللي هنا لغايه الجزء كل ده مفتوح على بعضه، فانا قلت تقريبا هو 8 متر. وبعد كده اخدت ده ساقط ارتفاع الكورنيشه 15 سنتي وهنا 20 سنتي، يعني تقريبا باين ان دي اصغر من دي شويه، فافترضت ان دي ارتفاعها 15 ودي ارتفاع 20، وارتفاع القبه قلنا من الاول 2 متر، فانا كده عندي ده ساقط من ال 8 متر، احنا بناخد السقوط من فوق ال 2 متر وارتفاع الكورنيشه اللي هي 15. انا كنت مجهزه لكم المناسيب بحيث يعني ما اخدش من وقت الزوم، فهنا هاجي هوقع المناسيب بتاعتي. عند الجزء السكاي لايت هيبقى 8 متر، وعند المستوى الاول هيبقى نقصنا 2 متر و15 سنتي الكورنيشة، فهيبقى كله كده 5 متر 85. والمستوى الثاني قلنا ارتفاع الكورنيشة 20 سنتي، فنقصت 20 سنتي تاني يبقى 5 متر 65 سنتي، 65 متر. هبدأ بقى أخد الارتفاعات دي من هنا في السكشن عشان أوقع الجبسون بورد في السكشن. هعمل أول حاجة أوفست، خمستاشر سنتي ارتفاع الكورنيشة الأولانية، بعد كده أوفست 20 سنتي ارتفاع الكورنيشة التانية. هغير لكم برضو الألوان بتاعتها. هاخد السمك بتاع الجبسون بورد 2 سنتي، وهنا برضو الأوفست بتاع الجبسون بورد 2 سنتي. المفروض إن ده الخط بتاع السنتر اللي أنا هاخد منه الإسقاطات بتاعتي، فأنا هبدأ أخد إكس لاين كده بالعمق بتاع كل ليفل عملناه من هنا، بحيث أمشي بقى البولي لاين بتاع السكشن مرة واحدة. ناخد من هنا إكس لاين، ده كده عمق المستوى الأولاني، واخد اكس لاين من هنا المراية بتاعت الجبسون بورد، وهاخد اكس لاين ده كده المستويين. هبدأ بقى امشي بالبولي لاين على الخطوط الاكس لاين اللي عملتها دي. نعمل خطوة تاني، ببدأ من التشطيب لغاية بوصل الطاقة هنا، يوصل لغاية القبة وياخد السمك 2 سنتي بتاع الجبسون بولت، وانزل على المستوى الأعلى. لغاية هنا، لغاية ارتفاع الكورنيشة وسمك الجبسون بولت، من سمك الجبسون بورد أرجع لغاية المستوى الأولاني، بعد كده بنزل سمك الجبسون بورد لغاية ما أوصل للمحارة، وأقفل كده البولي لاين. مديله هاتش بس عشان تكونوا شايفينه. لا معلش بعتذر، هو المراية هنا المفروض، لا تمام مظبوط ماشي. هبدأ أحط أمسح خطوط العمل دي عشان تبقوا شايفين منها. انا في حاجه بس نسيت اوضحها في الاول، انا في هنا عند الليفل الثاني في كورنيشه تانية معموله، فناخد العمق بتاعها في البلان، خليتها تقريبا عمق 15 سم. ناخد من دي اوفست 15 سم كورنيشه دي، هبدا اوقع الاماكن بتاعت الكورنيشه بتاعتي كنت عاملاها قبل كده فهاخدها منها.
بنشوف يعني حاجة شبيهة ليها ونبدأ بقى نرسمها بالمقاسات ونوقعها في مكانها. يعني نظبطها، مش متظبطة من هنا قوي. ناخد الكورنيشة اللي بعدها. بعد كده الكورنيشة الأخيرة. بس ناخد بقى ميرور الناحية التانية للسيكشن ده. افتح لكم خطوط العمل بحيث تبقى كده الدنيا أوضح، ويبقى شكل القطاع في الآخر زي ما قلت لكم ده في الأول كده الشكل. لو في حد عنده استفسار أو حاجة. في حاجة يا باشمهندسة، مكان البيت النور مش معمول على الرف. اه يعني انا لما مسحته في الاول، اه معلش انا نسيت ارجع اوقعه تاني. المفروض قلنا هناخد من هنا عمق 20 سنتي، واخد سمك الجبسون بورد 2 سنتي، خليهم دوت. بوقع برضو المكان بتاعه، ناخد اكس لاين. ناخد منه اوفست 2 سنتي. المفروض هنا ده هيبقى فيه المراية بتاعت بيت النور. دي نفس الهاتش، ناخد منها ميرور في ناحية. بس بعد اذنك يا باشمهندسه زينب، لو تمام اكتب رقم 7 بعد اذنك. يعني هستأذنك لو تمام اكتب رقم 7 بعد اذنك. انا بس حابب اعرف كل الناس اللي حاضره معانا النهارده، يا ريت لو متابعين معانا يعني لو المعلومه وصلت تمام اكتبوا بس رقم 7، عشان بس لو في حاجه مش واضحه نقدر نشرحها تاني بعد ما نخلص الفحص. ده بعد ما بنحط طبعا الحلايا والهاتش بتاع كل ليفل ونوضح مكان السبوتات، يعني ده بيكون بقى بعد التفاصيل اكتر، بس مش عايز اطول عليكم في الزوم. المفروض في العمق بتاع بيت نور، انا لما مسحت الاسقاطات بتاعتي في البيان في الاول نسيت اوضحها تاني. ده الخطوط بتاعت الليفل التاني، المفروض باخد عمق 20 سنتي وابدا اوقع السمك الجبسون بورد بتاع المرايه عشان يبقى فيه عمق بيت نور يتحط هنا بقى الإضاءة. بس فإحنا حطيناها في الآخر. بس ما ده هم بيتقالوا عايزين توضحي اخر خطوه تاني بعد كده. ما هي دي بتاعت بيت النور. ما هم مش فاهمين، يعني هم عايزين بس يفهموا بس اخر خطوه، بس هم اغلبهم كتبوا اخر خطوه مش مقصود. طيب أوضحها تاني، أرسمها من الأول. انا هنا عندي ده الخط بتاع عمق الليفل التاني بتاع السقف اللي هو الجبسون بورد اللي هو ده في السبوتات. فانا المفروض هنا في كمان بيت نور، فعشان احدد مكان البيت نور ده فين اخدت اوفست من الخط ده 20 سنتي لجوه. ده كده بداية بيت النور، وبعد كده اخدت منه اوفست 2 سنتي سنك الجبسون بورد، بيبقى دوت لاين لان انا مش بيكون ظاهر لي. بعد كده رجعت وقعت تاني في السكشن، فبعمل خطوط اكس لاين عشان اعرف احدد مكانه فين هنا في السكشن. ده مكانه، واخدت اوفست 2 سنتي سنك الجبسون بورد. بدأت رسمت البولي لاين
شكرا لكم جميعا. المحاضره الثانيه النموذج الرابع الجزء الاول، في انتظاركم ان شاء الله الفيديو الجاي الجزء الثاني للنموذج الرابع. تقدروا ان شاء الله تعملوا التطبيق وتطبعوه في البوست على صفحتنا الوان ووك شوب، في المنشور في البوست الخاص بالمحاضره الثانيه، تبعتوها في الكومنتات ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم من خلال الجروب الواتساب البرايفت الخاص بالواتساب رمضان 22.